السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في مباشرة من دوار ولاد محمد ضواحي بن حمد. معنا واحد الشخص اللي توفاو ليه 5 ديال الأبقار في وقت واحد، ما عرفش شنو الأسباب ديال الوفاة ديال هاد الأبقار. غادي يحكي لنا على الوقائع ديال هاد الملف. تفضل أبو محمد. أنا مشيت للسلطة طلبتها ما جا شي حد، ما طلع لي شي حد. شنو وقع؟ اجل اللي وقع دابا ما بين البقره والبقراق غير قسمين، كطيح الاخرى كتعاود كطيح الاخرى. شحال ديال البقرات اللي توفوا لك؟ توفوا لي 5 البقرات، وليداتهم تما غاديين يموتوا باقين صغار. في وقت واحد؟ وقت واحد. ما بين ساعة يعني ما بين الموت ديال البقره وبقره اخرى شي ساعة ساعتين؟ ساعة ساعتين، كاين اللي كتبقى قاعدة 6 سوايع حتى هي كتموت. صافي. ما عرفتيش ابو محمد الاسباب؟ ما عرفتش انا دابا هاد الاسباب. كنطلب دابا من السلطه باش تعاوني.